بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كان من المفترض فتحنا لكم الفيديو هذا يعني لايف هكذايا باش نوري لكم على المباشر كيفاش نحجلوا بيور الكماري ولا حتى المقنين، ولكن يعني على شي ظروف الوقت ما كاش، لهذا راح ندير لكم فيديو هكذايا خاص باش تشوفوا كيفاش نحجلوا الطيور. هي حاجه سهله ولكن لازم يعني كيما يقولوا تروحوا معها بالعقل فقط، باسكو حاجه صعيبه شويه، لانه لو كان يعني تعوج رجل الطائر ولا تكسرها له راح يكون مشكل. بالمناسبه هذا من انتاج اخوكم ناصر، الحمد لله في الكناري عندنا انتاج ما شاء الله، ولكن في المقنين مازال انا كيما يقولوا معها بالعقل بالعقل ان شاء الله حتى نولوا نديروا الانتاج تاع المقنين. بالمناسبه باش نشوفوا اسك هذا الفرخ راهو بون سونتي، سيرتو النقطه السوداء يعني راح تشوفوها هنايا في البطن تاع الفرخ هذايا، ولكن الحمد لله هذا راه بصحه جيده ما عنده حتى مشكل. الماكله راكو تشوفوا هنايا في الرقبه ديالو كي تشوفوها معمره هكذايا اعرفوا باللي هذايا راهو الله يبارك راهي الام تاعو راهي توكلو ما شاء الله. الا شفتوها فارغه وضعيف يعني لازم تعاونوها نتوما هكذايا. هذا بالمناسبه هذا سامبورتر يعني لانه عيون سوداء ماشي حمراء، راكو تشوفوا يعني كي نوريت لكم سبق درت لكم فيديو هاد كي تشوفوا الحاجب هذايا ابيض كومبلي هنا راح يكون عيون حمراء، وإلا كان حاجب هكذايا كحل هنايا راح يكون يعني ستانزيونوار، وهذا لكن هذا مع الوقت ان شاء الله كي يكبر راح يمد العيون الحمراء. بالمناسبه وقت تاع التحجيل في اليوم السادس ولا السابع، هذايا راهو السابع بالنسبه للمبتدئين، السادس خير يعني يكون رجله مازالو صغير شويه خير من اليوم السابع، لانه السابع يكون كبر رجله شويه، ولكن نتوما في السادس خير، ولكن هنايا راح نديرو في اليوم السابع هكذايا. لازم دائما تكيت يخرجوا من الفروخه ماركي باش تحسبوا الوقت. بالمناسبه هذا هو الخاتم، كاين الناس اللي ربما كاين بزاف تقول لي خويا ناصر الخاتم هذا هو الخاتم، الخاتم مليح يعني اللي يجي في رجل الطائر، وهو بما ثبت كانه انكار ديدونتيتي هكذايا باش تعرفوا العام تاع الطائر هذايا. دائما ننصحكم كي تشرو الطيور شرو الطيور اللي تكون مباقيه سيرتو في لاراس، يعني في الاوردينار معليش اسيدي ما كانش مباقي ماشي مشكل، ولكن في لاراس شروهم باقي خير باش يعني تعرفوا السن تاع الطائر تاعكم هذايا. كما شفتوا الان في الصوره هذايا 3.0 هي الخاصه بالكناري، و2.5 خاصه بالمقنين، والعام تاعها هاوليك يعني 2022 23 سمحوا لي بليتو ماشي 22. دوك نوري لكم لادات تاعو هاوليك، دوك ان شاء الله يبان لكم فقط مليح لانه كي دني الكاميرا شويه لازم بالعقل دوك تعاود تسقم روحها الكاميرا وحدها. المهم 2023 مكتوب فيها ديزاد يعني تاع الجزائر، وكاين تاع الجمعيات بيان سير خواتم خاصه بالجمعيات ولا خواتم اللي تجي من اوروبا. اذا نبداو على بركه الله هكذا، يتابعونا فقط ان شاء الله باش تولوا نتوما كذلك تحجلوا الطيور تاعكم. نحكموا دائما هذا هو الرجم اللي راح نباقيو به، نحكموا الصبع الاخير هذايا اللي راهو لهنايا، نحكموا الصبع الاخير هكذايا لهنايا، وهذوما ثلاثه طوال هما اللي راح نبداو بهم هكذايا. شوفوا مليح هكذا كيما راهي، هذه الطريقه الصحيحه ان شاء الله اللي تحكموا بها، ثلاثه راهم القدام والصبع الاخير راني حاكمو من اللور. بعقل الانسان بحذر فقط ما يتقلقش، نجبدوا الخاتم ونبداو على بركه الله بلا عقل فقط، لانه صعيب شويه قلت لكم باش تباقيوه. يا بسم الله. اذا كما راكم تشوفوا دخلنا ثلاث اصابع الاولى، يبقى لنا الاصبع الاخير، نزيدو نجبدو بالعقل فقط. ولا كذلك كاين طريقه واحده اخرى اللي ربما ما سمعتها ما استعملتهاش الان انايا، ولا تقدروا ديروا نتوما شويه زيت الزيتون ولا هكذايا باش كما يقولوا في رجلو باش يروح الخاتم يزلق كما يقولوا بالعقل، نجبدو فلاقط هكذايا. شوفوا الان بقى لنا غير هذا ان شاء الله و تتم العملية بنجاح هكذايا بالعقل ما تقلقوش فقط هكذا. الآن نجبدو شوية الرجل هذايا هكذايا والحمد لله
هكذا يا اذا الان الطائر تاعنا هاوليك راهو بالخاتم راهو محجل 2023 هكذا يا باش الطائر تاعكم تعرفوا وقت الزاد تحبوا تربوه نتوما ماشي مشكل يعني ما راحش يروح لكم لاضات تاعو تحبوا تبيعوه ولا راهو باين لاضات تاعو 2023 بالمناسبه اخوكم ناصر يعني هاني بالك الان داير انتاج تاع واحد 150 ولا 200 كناري ملي بديت يعني الخدمه تاعي هذه قلت لكم بدات هوايه ولكن هكذايا كي كثروا عندي شويه فراخ ولا نبيعهم كاين الناس اللي راسلتني تقول لك خويا ناصر وين تبيع الطيور تاعك انا تيرمون حشم ما نحبش نديرهم بيبليهم في اليوتيوب في القناه تاعي نبيبليهم في الجروب تاع الفيسبوك يعني هكذايا والحمد لله عندنا ناس يجونا بارتو كذلك اللي كيما يقولوا حاجه كونفيونس حاجه ثقه يدي حاجه كيما يقولوا بون سونتي كل شيء لهدايا ان شاء الله هكذاك شي واحد ولا مع الوقت ماشي كامل المشكل انتهى الله فيه اذا هاوليك الفرخ الله يبارك دوك نرجع عند الام تاعو يعني تتهلا فيه بالمناسبه كاين عفسه واحده اخرى فقط انا دوك كيما الاناث التوعيه يعني مولفين لي باغ ماشي مشكل نورمال ما راحش تنحيه ان شاء الله ولكن نتوما ربما تقدروا ديروا هذيك كيما يقولوا لها سبارادرا واحد اللصقه اللي يديروها السباغين بزاف راه يجيب واحد لاكولور شغل رايحه جور للمارون قبل ما دير الخاتم كوفري الخاتم تاعك هكذايا باش ما يبانش هذا اللون الازرق كوفريه باسكو شغل لاكولير براسك جايه كيما راكو تشوفوا هنا في الجناح تاعو شغل جايه رايحه الاصفر للمارو هذيك تقدر ما تلاحظهاش الانثى تاعو الانثى هكذايا كي تكوفريه دير الخاتم ما يبانش حتى نهار يكبر وتقدر تنحيها له عادي اذا هكذايا درنا لكم حاجه خفيفه لي كنت سبقت ان درت لكم فيديو كان خاص بالتحجيل ولكن كيما يقولوا في الاعاده افادة ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص راح تشوفوا الطيور تاعنا باسكو كاين بزاف ناس اللي دون يعني قال لك خويا ناصر ورينا الطيور تاعك انا عندي في الكناري عندي في المقرين عندي في طارا فينيزويلا ان شاء الله نديروا فيديو هكذا على المباشر ولا فيديو خاص تشوفوا الطيور تاع اخوكم ناصر دائما ما تنساوناش بدعاوي الخير ما تنساوناش بلي لايك تاعكم خاوتي بارطاجيو الفيديو لانه هذه كما يقولوا معلومه مفيده لخاوتنا والناس اللي ربما راهي تشوف قناه ناصر تي في لاول مره تشترك في القناه لانه اخوكم ناصر يعني الفيديوهات متواجده بكثره كل سواء في الاسواق ولا في الطيور هكذايا اذا نقول لكم تهلاو في رواحكم دائما قناه ناصر تي في تحييكم سلام.